أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي ومتتبعينا الكرام في فيديو جديد وأخبار جديدة ومتنوعة كالعادة. وأخباري سأبدأها بسيلة ترك أورو، حيث اليوم بناز نزلت 3 ستوريات وستوري واحد منهم انتقدت فيه سيلة ترك أورو وشراب التوت البري. وكما يعرف الجميع، هي هدفها الوحيد هو سيلة ترك أورو. المهم، الستوري الذي ذكرت فيه سيلة وشرب التوت البري بعد تعرضها للعديد من الانتقادات اضطرت لمسح الستوري، وهي عمدا تفعل هذه الحركات لأنها فقدت الكثير من المتابعين لكونها خبيثة وفعلت الكثير ضد سيلة ترك أورو، وهذا يحرقها لأنها كما قلت فقدت العديد من المتابعين وتريد أن تكون الآن مكان سيلة ترك أورو من حيث النجاح الذي حققته والجمال. يجب على هذه المرأة أن تعالج يعني أن تعالج عفوا نفسها، لأن في الستوري الأول مدحت فيه الممثل ستار وقالت أن الكل يتساءل ويتحدث عن شراب التوت البري وممثل وحيد أداؤه عظيم في المسلسل، وأداؤه في المسلسل كان درسا في التمثيل. أتابع ستار ولا أهتم بالأفراد، وأنا مهتمة بالمكان الذي يجلب فيه عملي المتعة أعتقد هذه الفترة. وقالت أن هناك فتاة حامل في المسلسل بدون زواج وواحدة مطلقة، والقنبلة الأخيرة التي ضربت بنية الأسرة التركية التي كانت مشتعلة بأسئلة الحمل لمدة أسبوع وتحاول في هذه الأثناء الحفاظ على بنية عائلية. وتحدثت عن كيف الجيم وعلاقتها وقالت: هل سأتمكن من الجلوس ومشاهدة هذا المسلسل مع ابنتي البالغة من العمر 15 عاما؟ لا أعتقد ذلك. وبصراحة صديقة، هذه المرأة إنسانة مكروهة جدا، لم أرى مثلها نهائيا. ما هذا الخبث والكره الذي تكونه لسيلة ترك أورو لهذه الدرجة؟ تكره فتاة صغيرة تلدها، كلامها يوضح غيرتها من نجاح سيلة ونجاح المسلسل. وأستسمح أصدقائي على ترجمة ستوري يعني ستوري بيناز، لأن هناك كلمات وجدت فيهم صعوبة في ترجمتهم للأسف. ما رأيكم أصدقائي في كلام بيناز؟ كما أيضا بعض الفانس بدأوا بمطالبة سيلة ترك أورو بمغادرة سلسلة شراب التوت البري، وبصراحة أرى أنه أمر غريب أن يكون البعض من المعجبين يطلبون من الفنانين مغادرة المشروع لمجرد أنه غير راضي عن السيناريو. حسنا، يعني السيناريو فظيع من وجهة نظركم، دعونا نفكر بشكل إيجابي في كل هذه المعاناة. يجب أن يكون هناك بعض التفسير لذلك. لا يجب على سيلة أن تغادر شراب التوت البري، من الواضح أنها تقوم بعمل جيد في المشروع، والمسلسل ناجح جدا وسيلة ذكية جدا فيما يتعلق بمسيرتها المهنية، ولا يجب أيضا أن ترحل لأن المسلسل يفتح لها أبواب كثيرة، ومن الخطأ أن ترحل. ومن المؤسف أنه لم يتعلم العديد من المعجبين شيئا منها ومن كفاحها. كان الأمر مختلفا في الأمانة، فقد عانت من المضايقات وسوء المعاملة والتمييز، وهي اليوم تعمل في مشروع ناجح وتحصل على راتب جيد جدا وسعيدة في طاقم العمل. ليس من المنطقي الرحيل بسبب الشخصية. كما أيضا وكما قلت لكم من قبل، جلسة تصوير جديدة قادمة لسيلة ترك أورو في شهر مارس مع مجلة ماري كلير بالتعاون مع ماركة المجوهرات العالمية بانادورا. يعني سوف تكون جلسة تصوير مختلفة وبلوكات مختلفة، وفيما يقارب يعني 2 عامين أصدقائي حققت سيرة ترك أورو شيء غير عادي في تركيا. النجاح والشهرة، إنها تستحق كل هذا. سيرة ما شاء الله موهوبة ولها طموح كبير، نتمنى لها النجاح والتوفيق إن شاء الله. كما أيضا أصدقائي الفانز قاموا بعمل حملة على تويتر من أجل دعم سيرة ترك أورو والإعجاب بالفيديو الذي نشرته مجلة ماري كلير على صفحتها لسيلة، واتفقوا أيضا أن يتركوا رسالة رائعة للمجلة كدعم لسيلة، وهذه لفتة جميلة من المعجبين. كما أيضا أصدقائي هلال اليوم أظن كانت موجودة في موقع تصوير مسلسل شراب التوت البري، وكانت موجودة مع فايزة ونزلت ستوري معها وعلقت قائلة: لدينا لكم مفاجأة صغيرة مع نيلاي. وعادت فايزة نشر الصورة وقالت: في انتظار الجمعة. يعني أصدقائي، هل يعني من المعقول أن تكون هلال ضيفة شرف لحلقة الجمعة من شراب التوت البري؟ لا نعرف، ولكن لننتظر الجمعة. وأيضا أصدقائي اليوم خليل إبراهيم جيان شارك صورة له من موقع التصوير لسلسلة السلة المتسخة. يعني خليل رجع يروج من موقع التصوير وصفحة المسلسل، أيضا نزلوا صورة خليل على ستوري. يعني أصبحوا الآن يروجون بصورة خليل من أجل الرفع من الريتينج، لأن الفانس كانوا ينتقدون الإنتاج لعدم الترويج بصور خليل والعديد قاطعوا المسلسل، لهذا أظن رجعوا ليروجوا بخليل.
كما أيضا أصدقائي، الكل يصفق لأداء خليل إبراهيم جيهان، وقالوا أنه ملك التعبير الحقيقي، يعرف كيف يؤدي دور الغضب والصدمة والألم، كل هذا يظهر على وجهه. بصراحة أصدقائي، خليل ممثل موهوب، نتمنى له كل التوفيق. كما أيضا وكما يعلم الجميع، وأنه خليل واسيلة فازوا بأفضل ممثل وممثلة، وغدا سيقام حفل توزيع الجوائز. وهل تعتقدون أنهم سيحضران أو لا؟ المهم، لم يتبقى الكثير لنعرف الجواب على هذا السؤال. المهم، نتمنى أن يكونوا هم سويا في الحفل، ونتمنى لهم دائما التوفيق سواء في حياتهم الشخصية أو المهنية. وإلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو، وإلى اللقاء، وموعدنا إن شاء الله دائما يتجدد في فيديو جديد وأخبار جديدة. مع السلامة.